حوالي 9000 عقار متجاوز عليه تابع لعقارات واملاك الدوله، وهذه العقارات قيمتها تتجاوز تقريبا ال 40 تريليون. اوف. ونعم 9000 واحد متجاوزين عليه. نعم 9000 عقار. أوه. وهذه العقارات عقارات جدا مهمه وفي اماكن متعدده من العراق. يعني قلنا القيمه الماليه لهذه العقارات تقدر بتتجاوز ال 40 تريليون. مؤجر هنا لدينا نوعين، الاول اجر المثل هو نوع من انواع التجاوز والدوله تاخذ من عنده اجر المثل، والنوع الثاني ان هناك ايجار لكن ليست بقيمته الحقيقيه. كم قيمه الايجار الان في بيت داخل الخضراء او بيت ضمن المنطقه ضمن منطقه الجادرية؟ هناك بعض المنازل مؤجره ب 100,000 دينار، اكو بيت 100,000 دينار. نعم. وش قد هذا مساحته؟ طيب مساحته 600 ومساحته 400، بينما هو بالواقع يوصل 4 مليون 5 مليون بالشهر. زين بينما هو مأجر 100,000، هناك 100 و200 بهيك سعر، يعني سعر رمزي اجر للاسف يعني.